اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم الفكاك شناني، الكاتب العام للمنظمه المهنيه للمحاسبين المعتمدين، وذلك على ضوء الاحتجاجات التي خاضتها عدد من الهيئات المهنيه ضد المقتضيات الضريبيه لمشروع ماليه 2023. اهلا وسهلا سي شناني، مرحبا بك. اهلا بكم استاذي العزيز وشكرا على الاستضافه. بداية سي شناني، لماذا هذا المشروع ديال المالية ديال 2023 أثار حفيظة عدد من الهيئات المهنية الحرة بما فيها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؟ لماذا سي شناني؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من تذكير الظرفية الحالية اللي كيعيشها المغرب، أو الظرفية على المستوى الدولي اللي كتعرف مجموعة من المعطيات ومجموعة من المتغيرات. أولا لازلنا نعاني من تبعات كورونا، ثانيا ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي ولا سيما أسعار الهيدروكاربير يعني المحروقات، وثالثا ارتفاع أسعار المواد الأولية، رابعا على مستوى المغرب الجفاف للسنه اللي فاتت والسنه اللي جايه. الاهداف اللي كيعطي المشروع اللي كيقول مشروع قانون الماليه انه سيحاول انه يركز على الهدف الاول الدوله الاجتماعيه، الهدف الثاني الاقلاع الاقتصادي، الهدف الثالث هو الماليه والحفاظ على الهوامش الماليه من اجل تتميم الاصلاحات. اذا ملي كتشوف هذه الاهداف مقارنه مع المقتضيات اللي كتجي لابد ان تثير حافظتك كمهني ولا سيما المهن الحره. بالضبط شنو هو اللي تار داخل هذا المشروع ديال القانون الماليه اللي اثار حفيظات وخرج المهن الحره للاحتجاج، هو ان مشروع قانون الماليه ديال 2023 جاب واحد المقتضى ديال الاقتطاع من المنبع بسعر 20% من كاع الفاتورات اللي كيديروا هذه المهن الحره، بمعنى الزبون ديال المهنه حره معينه سواء كان محاسب محامي عدول موثق والى اخره خاصو ياخذ ليه 20%، ومن بعد يحسبوا معاه في الاخر السنه الا كان مازال كيتسال يردوا ليه، ما كانش كيتسال راه هذيك 20%. الخطوره ديال هذا المقتضى ديال في قانون الماليه هو انه لاول مره الضريبة تفرض على رقم المعاملات، وماشي رقم المعاملات المحصل، لا رقم المعاملات المسجل، يعني إن فوا تسجلوا عندك في الكونتابيتي خصك تخلص عليه، بمعنى أنها الصعوبة ديال لاكيس غادي تبين غادي تعاقب ليا الصندوق ديالي، ولا تحبست معاك في الاخر المطاف ولقاك مازال زايد عندك، عاد كنت استغليتي الفلوس ديالي مده سنه عاد باش رجعتي لي ولا رجعتي لي. اذا هذا الاشكال اللي كاين في هذا المقتدى. ثم هذا المقتدى هذا جاء عكس النظام التصريحي ديال المغرب، يعني النظام الجبائي هو نظام تصريحي. اشنو من النظام التصريحي؟ يعني تن نحصل على نتيجه صافيه، دخل صافي محقق مكتسب، عاد نخلص عليه الضريبه، ماشي نخلص على رقم المعاملات اللي ممكن ما غنتخلصش فيه كاع، لان رقم المعاملات ملي كنقولوا على التسجيل يقدر يكون اكريدي، يعني يقدر يكون بدين، وبالتالي نقدر ما نتخلصش فيه وانا خلص عليه الضريبه. هذا هو الاشكال بشكل عام اللي مطروح. المقتضيات الضريبيه اللي كطالبوا بالسحب ديالها، وهذه المقتضيات هي اللي جعلت عدد من الهيئات المهنيه توحد المطالب ديالها. هو هذا المقتضى اللي قلت لك خصو يتسحب لجميع المقتضيات المهنيه اكثر من 8 المهن الحره ولا 9 اللي كطالب بهذا السحب النهائي من هذا المقتضى. علاش؟ لانه اولا كيجي عكس المقتضيات الدستوريه ولا سيما الماده 39 والماده 40 اللي كتقول لك اودي تتحمل يتحمل الملزم او المغاربه يتحملون الاعباء الجبائيه على حساب الامكانات المتاحه اليه. ثم النظام هذا المقتضى جاء عكس النظام الضريبي، بمعنى جاء عكس ما هو مدون في المدونه العامه للضرائب، يعني احنا كنخلصوا الضريبه على النتيجه الصافيه وما كنخلصوهاش على رقم المعاملات، والنظام الضريبي نظام تصريحي يعني خصنا نصرحوا بها ماشي تقطعت عليا من المنبع. ثلاثه هو ان هذا الدخل اللي بغي نخلص عليه غير محقق، بمعنى كاين واحد المبدا دستوري اللي كيقول لك خصك احقيه ديك الضريبه، انا مازال ما تحققت هذا الدخل باش دير ليه التضريب.
رابعا هو ان هذا المقتضى بالضبط سيشجع التهريب، يعني في العود ما ان غادي نجمعوا الفلوس غنعود المهن الحره كلها تهرب من اجل انها ما تاديش هذا الاقتطاع من المنبع. وفين وصلت المشاورات ديال الهيئه المهنيه او المنظمه المهنيه المحاسبين المعتمدين مع باقي الهيئات المهنيه الاخرى والمشاورات او الخطوات المقبله اللي غتلتجئوا لها؟ هو بعدا قبل ما نمشيو لهذه المساله ديال المشاورات ودور الهيئه ديال المنظمه المهنيه المحاسبين المعتمدين، لابد اننا نشير للدور المحوري والرئيسي في الاقتصاد المغربي ديال المحاسب المعتمد. هو اولا كيجمع الفلوس، كيعوض الاداره في مجموعه من الاجراءات اللي كانت كديرها، مجموعه من الاعمال اللي كانت كديرها الاداره، كيدير المراقبه، كيدير التصريح الالكتروني اللي كانت كديرو الاداره، كيدير التحصيل ديال الموارد الماليه اللي كانت كديرها الاداره، كيدير المراقبه البعديه اللي كانت كديرها الاداره. اذا كيدير مجموعه من المعطيات ومجموعه من المهام اللي كانت كديرها الاداره بدون مقابل. كنا كننتظروا ان المقتضيات تجي انها باش تعطينا واحد التعويض على هذاك العمل الزائد اللي من 2017 وحنا كنديروه من اجل اننا ندخلوا الموارد الماليه. هذا الدور ديال المحاسب المعتمد، والمحاسب هو الوحيد اللي كيمشي مع المقاوله من نهار الفكره حتى نهار تموت، يعني ضروري غيكون معاه في جميع هذه الاجراءات، بمعنى كيكون مواكب لجميع الشركاء، مواكب للاداره الضريبيه، مواكب للصندوق الضمان الاجتماعي، مواكب للمحاكم الابتدائيه والمحكمه التجاريه، مواكب للاولمبيك انسي دو سويت، يعني كاع الادارات المحاسب موجود فيهم من اجل المقاوله، وهذيك المقاوله من اجل انه يخلص الضريبه لها باش تكون موارد ديال الدوله. إذن هذا جانب. جانب ديال التنسيقي من طبيعه الحال مجموعه من المهن راها متضرره. شنو مدى المهن هذو اللي قمتم بالتنسيق معها؟ هو كاين نقاش عام، ولكن التنسيق الفعلي هو لما يكون واحد البلاغ مشترك فيه جميع المهن كيقولوا راه حنا نسقنا. حنا كاين اتصالات، ولكن هذيك الاتصالات مازال ما تكونكريتيزاتش، مازال ما تحققتش على المستوى الواقع. في اليومين المقبلين ان شاء الله نتمنى انها تكون واحد لحمه جديده، واحد الاتفاق ديال جميع المهن الحره من اجل سحب هذا المقتضى اللي غيضر فعلا بالاقتصاد الوطني قبل ما يضر بالمهن الحره. جزيلا أستاذ الفكاك على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على المتابعة، ونضرب لكم موعد جديد.